النهارده المحافظ المعين للاقصر المهندس عادل اسعد الخياط تقدم باستقالته من منصبه، وقال انه هذه الاستقاله هي ايثارا لحقن دماء ابناء واخواني في الاقصر من حدوث فتنه نتيجه الحمله الاعلاميه. هي دايما الحمله الاعلاميه الجائره التي مورست ضدي، فقد تشاورت مع اخواني في حزب البناء والتنميه الذي اتشرف بعضويته، وانتهينا الى وجوب تقديم استقالتي كمحافظ الأقصر لأننا لا نقبل أن ترق قطرة دماء واحدة بسبب منصب لم أسعى إليه شخصيا. ووجه طبعا الاتهامات لكل من وصفهم بأنهم يحنون للنظام الإقصاء السياسي والعزل العنصري. والحقيقة أن الإقصاء السياسي والعزل العنصري ده موضوع وضع في الدستور من الإخوان المسلمين، يعني الإخوان المسلمين هم وضعوا مادة العزل السياسي داخل الدستور. الرافضين لمشاركة الأحزاب الإسلامية، لا، هو ما فيش حد مرافض لمشاركة الأحزاب الإسلامية، ولكن الجماعات القاتلة التي قتلت السائحين لا يمكن أنها تكون على رأس السياحة ولتقتل لتمارس قتل السياحة مرة أخرى بعد ما قتلت السياح تقتل السياحة نفسها. يعني بنشكره على الاستقالة عموما اللي جاءت طبعا بعد ضغوط أجنبية بشكل كبير، سحوبات يونسكو قررت أنها كانت هتوقف عملها في الأقصر، توماس كوك كانت سحبت كل عملها في أو حجوزاتها الشهر القادم أو في الشتاء القادم، وأيضا وزير السياحة كان هدد بالاستقالة. دلوقتي وزير السياحة أعتقد أنه عاد إلى موقعه مرة أخرى. الحقيقة أن التعليق أخير، إحنا يعني في النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان، الحقيقة المؤسف في النصف من شعبان في دولة تدعي قيادتها أنها دولة، يعني أنهم قيادات إسلامية ودولة بيحكمها تيار ديني إسلامي، أن يتم ذبح الناس وقتلهم بالشكل ده لمجرد اختلاف مذاهب. ما حدث للشيعة النهاردة شيء محزن ومؤسف ومخزي لدولة إسلامية تراعي الدين مهما اختلفنا في الملة. والله لو اختلفنا في الدين، اختلفنا في أي شيء، لا يكون القتل هو النتيجة. والحقيقة القتل ليس من شيم الدين ولا من شيم الإسلام على الإطلاق. هذه الصور المفزعة اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي صور يعني مؤلمة ومفزعة لينا كمسلمين، ان في النهاية يكون الاقتتال سني شيعي إسلامي إسلامي. طيب معي على الهاتف الأستاذ بهاء أنور المتحدث باسم الشيعة في مصر. أستاذ بهاء مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ أمين. يعني تعليقك إيه على أحداث النهاردة في أبو النمرس؟ معقولة مصر ده يحصل في مصر؟ هي دي مصر؟ فين التسامح وفين الحرية وفين فين 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 سماحة الإسلام إن أنا أدخل أعتدي على ناس في بيوتك، ناس مؤمنين ناس موحدين؟ احنا كشيعة بنشر ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، شاركنا في الثورة، نزلنا في 25 يناير، نزلنا في كل يوم بنشارك في جميع الفعاليات السياسية، موجودين في كل مكان في مصر. ازاي ناس يدخلوا يتهجموا على ناس عايزين في بيوتهم امنين، ترويع الامنين ازاي؟ ازاي يتم سحل ناس يدخلوا بيوتهم يسحلوهم من جوه يسحبوهم يضربوهم يعتدوا عليهم يسحلوهم في الشوارع زي ما نكون في بورما او في الصومام؟ ازاي؟ هل مصر احنا بنلوم على البوذيين ان هم بيهاجموا المسيحيين في بورما ويسحلوهم واحنا بنعمل كده؟ طب ازاي؟ دول كفروا الشيعة، بعد كده هيكفروا المسيحيين، بعد كده هيكفروا هيكفروا الليبراليين، هيكفروا اللي مش لابسه حجاب. هم كفروهم خلاص. استاذ بهاء، يعني تفتكر ايه اللي دفع لهذا الاقتتال الطائفي في رايك؟ انا اعتقد انا بحمل المسؤوليه كامله للرئيس مرسي، لانه في الخطاب اللي كان موجود فيه واجتمع فيه عدد كبير من قارة الجماعات الوهابية والتكفيريين كفروا الشيعة علانية أمام سمعه وبصره ولم ينكر عليهم ذلك، كفروه. ومعنى تكفير ما يترتب على تكفير الشخص واستحلال دمه واستحلال عرضه واستحلال ممتلكاته، وبالتالي حصل ما حصل. كما احنا بنعتقد ان يتم تقديم الشيعة ككبش فداء قبل 30/6، تمام؟ عايزين يقولوا للسلفيين ان جماعه الاخوان المسلمين عايز يقول للسلفيين ان احنا موجود ان احنا اهو معاكم وان احنا بنكره الشيعه وبنضطهدهم عشان يقفوا معاهم، لان السلفيين كانوا متضايقين من السياحه اللي جايه من بره مصر، السياحه الشيعيه. فانا اعتقد ان الشيعه يتم تقديمهم ككبش فداء، والامن اتاخر، الامن جه متاخر، الناس دي اتصلت بيا وهم متحاصرين قبل ما يتقتلوا، قالوا الحقونا وبلغوا الشرطه وبلغوا الصحافه، اتصلنا وبلغنا واتكلمنا مع الناس، الامن جه متاخر جدا. وبعد ما جه فضل يتفرج فين وفين، لما دخل بعد ما اتاكد ان هم خلصوا على الناس وموتوا الناس، دخل سحب الجثث وخدها وراح بيها على المشرحه وعلى المستشفى. فهل يعقل ان مصر يتعمل فيها كده؟
يعني ليه دي ناس مسلمين موحدين واغلبهم كانوا سنه وتشيعوا ومنهم الحافظ للقران الكريم يعني ومنهم كانوا شيوخ ازهريين. طب ازاي يتعمل كده في مصر؟ يعني مصر بقى اصبحت في عهد الله دوله ان اي حد ممكن ياخد اي حد وياخد حقه بيده. فين لو اي حد متضايق من اي حد يلجا الى القانون، الى الطرق القانونيه، الى في بوليس، في نيابه، يلجا الى الطرق القانونيه. بشكرك استاذ بهاء انور، متحدث باسم الشيعة في مصر. احنا في ليله نص شعبان، هو ده الدين؟ هو ده الاسلام؟ هو كده بنحمي ديننا وبنحمي اسلامنا وبنحمي عقيدتنا، مسلمين ضد مسلمين حتى لو اختلفت المذاهب؟ الحقيقه سؤال صعب في دوله الاخوان وفي عصر نهضه الدكتور مرسي. قبل ما نخرج فاصل نشوف التقرير التالي، ارجو انه الناس اللي كانت نازله يوم 30 اللي لديها قناعه انها لا تريد الدكتور مرسي الا تتعلق ببيان الجيش. بيان الجيش ممكن يكون بيان كل واحد بيقراه على طريقته، يعني الاخوان هيقروه بطريقه، الصحف الاجنبيه بتقراه بطريقه، الامريكان هيقروه بطريقه، المعارضه هتقراه بطريقه، الشعب هيقراه بطريقه. لكن في النهايه ما يغير هو المواطن، ما يقرر هو المواطن. الجيش مش هيغير لك حاجة. لو فضلت تعتمد ولو سمعت البيان ده وتعلقت بيه قلت اه يبقى كده الجيش هيغير لنا الدنيا، الجيش مش هيغير لك حاجة إذا لم تكن أنت صاحب إرادة التغيير وصاحب إرادة القبول أو الرفض. ما بقولكش تاني انحاز لمين، ما بقولكش انزل أو ما تنزلش. إن كان لديك مبدأ، إن كنت تريد أن تغير فعليك أنت أن تغير بكل الطرق السلمية والديمقراطية وكل الطرق السليمة، لكن لا تعتمد لا على قوات مسلحة ولا على جيش ولا على أي حد ممكن يسندك، فلتعتمد على نفسك وعلى زمايلك وعلى طرقك السلمية وطرقك القانونية. عندنا تقرير النهاردة عن المحافظات التي أكثر ثلاث محافظات صوتت لصالح الدكتور مرسي في انتخابات الرئاسة، أسيوط واسكندرية والجيزة. بعد عام من رئاسة الدكتور مرسي ماذا تقول هذه المحافظات؟ بعدها نخرج فاصل ونستقبل ضيوفنا. أنا الآن رئيس كل مصر. مفيش قانون طوارئ، مفيش اعتقالات، لن يتشكل ولن يشرد ولن تغلق قناه. إن حماية حقوق هذا الشعب واجب أصيل من واجباته. أبشرون فقد نهضت مصر بفضل الله. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. هل تمكن الدكتور محمد مرسي بعد عام من تنصيبه رئيسا للجمهورية من إقناع المصريين بقدرته على تحقيق أهداف الثورة؟ وإذا ما ترشح ثانية هل سيحقق ذات النتائج خاصة في بعض المحافظات الأكثر تصويتا له كالجيزة والإسكندرية وأسيوط؟ أم إن استمرار الأزمات المتلاحقة كان سببا في تنامي مشاعر الإحباط وخيبة الأمل بينهم؟ الأمن بسرعة جدا واستقراره لازم بسرعة جدا، دي مسؤوليته. اتنين، رغيف العيش المدعوم اللي ما بيتاكلش مش عايز فلوس كتير، عايز الوسطاء يمتنعون، عايز الفساد والغش والرشوة تمتنع، ودي مسؤوليته. ثلاثة، المرور. المرور فيه مشاكل كتير جدا مش عايز فلوس كتير، ودي مسؤوليته. أربعة، القمامة والزبالة اللي مالية الدنيا، ودي مش عايزة فلوس كتير. خمسة، الوقود، البنزين والسولر والبوتاجاز، وده مدعوم فعلا 97 مليار جنيه بالنزل في الميزانيه دعم الوقود، لكن في ايضا سوق سوداء ودي مسؤوليتها لنا سوسو. خمس حاجات. كانت تلك هي الوعود التي قطعها الرئيس مرسي على نفسه قبل وصوله لقصر الاتحاديه، الا ان فشله في تحقيق تلك التعهدات اصاب من انتخبوه بخيبه امل. فأسيوط التي كانت واحدة من أكثر المحافظات التي منحته الأفضلية في السباق الرئاسي بنسبة 61.5% من جملة الأصوات اكتفى بالصلاة في أحد مساجدها مرة واحدة عبر 12 شهرا قضاها في الرئاسة، وفر هاربا وسط حراسة أمنية مشددة حالت بينه وبين المواطنين الذين حملوا طلبات توسموا أن يحلها، لتأتي كارثة قطار أسيوط حاملة 51 جثة قدمتها المحافظة قربانا لحكومة اختارها الرئيس. انتخبت عشان قلت ده رأي المتدين هيتقي ربنا فينا
وبتاع طلع العكس. انا بعتذر ان انا كنت مشارك في هذه الحملة، ان انا بدعم هذا المرشح اللي هو جه لاهله وعشيرته بس، انما هو يعمل حاجة واحنا بنقف عكسه ضده، فما شي يعمل حاجة. اتكشفوا فاقل من سنة فشلة سوء إدارة، ولا هيعمل ولا حتى بعد 10 سنين هيعمل. لو احنا كنا وجدنا من الدكتور مرسي ان قدر ينهض بالبلد، انا كنت في فترة الرئاسة التانية اول واحد اديله. عدم وفاء الرئيس بوعوده في حل أزمة القمامة والوقود وغيرها من المشكلات في مختلف المجالات كان كافيا لإنهاء ثقة مواطن الجيزة في الرئيس. وبعد ان منحه 59.7% من جملة الناخبين اصواتهم، باتوا يشعرون بالإحباط تجاه الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين. مرسي وشفيقة الاثنين أسوأ من بعض، فاحنا قلنا نختار مرسي على أساس نظام جديد. ليس لديهم خبرة في أي شيء. ناس دي من يوم ما مسكت البلد ما عملتش حاجة وكذابين. جوعني عطشني، بس أهم شيء حسسني بالأمن. الوضع لم يكن أفضل حالا في الإسكندرية التي تصنف على أنها واحدة من أكبر معاقل الجماعة وتيار الإسلام السياسي بشكل عام، فبعد أن منحته 57.6% من إجمالي الأصوات بالمحافظة لتحل في المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية كأعلى نسبة تصويت للرئيس، كانت أيضا الثانية كأكبر نسبة توقيعات على استمارات حملة تمرد لسحب الثقة منه. إدمان عشان مشروع التنمية اللي هو كان بيقول عليه ما فيش حاجة منه حصلت، والشعبية قلت بكتير لأن ما فيش إنجازات حصلت. هو طبعا ما عملش إنجازات للبلد، لازم ياخد فرصته، لو ما خدش فرصته ما فيش رئيس بعد كده هيعرف ياخد فرصته. لازم تقول له اديله فرصة، الفرصة ما هي سنة اهي، ايه اللي جاي بعد كده؟ محللون يرون أن شعبية الرئيس باتت في تراجع شديد خلال العام الذي تولى فيه مقاليد الحكم برفقة رئيس وزراء يعتبرونه لا يصلح لإدارة المرحلة الانتقالية عقب الثورة، لتتحول الذكرى السنوية الأولى لتنصيب الرئيس من احتفال لدى الجماعة إلى ثورة غضب لدى المصريين تطالب بانتخابات مبكرة. نسرين فؤاد، هنا العاصمة. أنا الآن رئيس كل المصريين. ما فيش قانون طوارئ، ما فيش اعتقالات، لن يتشكل ولن يصادر ولن تغلق قناة. إن حماية حقوق هذا الشعب واجب أصيل من واجباته. أبشروا فقد نهضت مصر بفضل الله.